السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أميمة. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم فطائر البينيي بشكل مختلف، مكونات جد بسيطة، اقتصادي 100%، فقط بكأسين ديال الدقيق كنتحصلوا على 16 قطعة، قطعات اللي هما كبارين شوية كما كتشوفوا معايا. وحتى الطريقة سهلة جدا، كلنا كنقلبوا على الوصفات السهلة والسريعة بعكس الطريقه العاديه اننا كنطبعوا العجين وكتبقى لينا وكنعاودوا نطلقوها. هذه كنطلقوها مره واحده وكنقطعوها وكيجي فارغ وما شربش الزيت نهائيا. وصفه ناجحه 100%. الا جربتوه بهالطريقه ما غاديش تبقاو تعكزوا عليه، والوليدات كاملين كيعجبهم وحتى الكبار تفرحوهم بيه، علاش لا؟ فتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير والطريقه باش ينجح معاكم. وبالنسبه للمكونات كما كتشوفوا معايا فهما بساطين ومتوفرين. غادي نحتاج لجوج كؤوس ديال الدقيق يكون نوعيه جيده. للتنسيم غادي نستعمل السكر المنسم بالفانيلا، تقدروا تنسموا بقشور البرتقال حسب الرغبه. عندي نصف ملعقه صغيره من خميره الحلويات، نصف ملعقه من الملح، ملعقه صغيره مملوءه من خميره الخبز، تقدروا تستعملوا المعجونه او هاد الحبيبات، وكيبقى على حسب الجو. الا كان عندكم الجو بارد تقدروا تستعملوا حتى الملعقه كبيره تكون ممسوحه. عندي ملعقه كبيره من السكر، وغادي نحتاج لجوج ملاعق كبار من الزيت، وبطبيعه الحال الماء دافي باش غنجمع العجين، تقريبا واحد الكاس الا ربع. وانتم الا بغيتوا تضعفوا هذه المقادير كتضعفوا المكونات كامله. وبسم الله على بركه الله غنبداو في الطريقه اللي حتى هي جد سهله. غنوضعوا المكونات كاملين مره واحده، دقيق مع خميرة الحلوى وخميرة الخبز والملح، نحاولوا نبعدوها على الخميرة، والسكر والكيس ديال السكر المنسم بالفانيلا، وغنضيف جوج ملاعق كبار ديال الزيت، وغنبدا كنجمع بالماء. عندي كاس الا ربع، لكن كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق، ممكن تحتاجوا اكثر شويه وممكن اقل. الماء كيكون دافي بطبيعه الحال واحد شويه، العجينه ما تكونش قاصحه، تكون رطبه شويه لكن ماشي خفيفه اكثر من القياس. هذا هو القوام اللي كنحصل عليه، كما قلت لكم كتكون عجينه رطبه صافي، ما كنحتاجوش نهائيا اننا ندلكوها، غير كدمجوها هكا مزيان باش كتاكدوا ان جميع العناصر مخلطين مزيان مع بعضياتهم غير بهذه الطريقه هذه. صافي غير بحال هكا كيكون كافي. غنغطيها بالفيلم اليمونتير وغنخليها حتى تختمر. بالنسبه للوقت كيبقى على حسب الجو. الا كان عندكم الجو بارد فكتدفيو الفران، غير كتدفيوه وكتدخلوا هذا البول ديالكم، راه بسرعه كتختمر، ما كتاخذش نهائيا وقت طويل، حتى كترجع بحال هكذا يعني ما كتخليوهاش حتى كتخمر بزاف او كتفوت فيها الخميره كيف كنقولوا حنايا. صافي غنفرغها من هاد الغازات اللي فيها. غنقسم العجين على جوج كرات، كتبقى
كتلاحظوا معايا العجينه راه كتكون رطبه، وفي نفس الوقت ملي كنخليوها كتخمر وكترتاح راه ما كتكونش نهائيا كتلتصق في اليدين. غنرش الدقيق غير باش ما يلتصقوش، غنغطيهم وغنخليهم غير واحد 3 ديال الدقائق باش يتطلقوا معايا بكل سهوله، ولا كتبداو تطلقوهم مباشره اللي بغيتو. غناخد اول كره وغنبدا كنطلقها بالمساعده ديال الدقيق بطبيعه الحال. كتبقاو مره مره كدوروها باش في الاخير كتحصلوا على شكل دائري مقاد. الا شفتوها كتلصق كتعاودوا ترشوا الدقيق. غنطلقوها بواحد السمك اللي ما يكونش غليظ بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش رقيق اكثر من القياس. انتم عاد تشوفوا معايا بهذا القياس هذا كتطلقوها، يعني ماشي غليظه وماشي رقيقه كيف ما قلت لكم. وقبل ما نقطعوها ضروري انكم كتاكدوا انها ما لاصقاش باش ملي كتقطعوها كتبقى محافظه على الشكل ديالها وما كيتغيرش. انا اليوم غنقترح عليكم طريقه عمليه سريعه احسن من الطريقه العاديه اننا كنبقاو نقطعوها بالقطاعه، وطبيعه الحال كيبقى لكم الاختيار الا بغيتوا تقطعوها بالقطاعه. بهذه الطريقه هذه ما كيشدش لينا العجين، ما كنحتاجوش اننا نبقاو نعاودو فيه، كتاخذ لينا الوقت وفي نفس الوقت حتى المجهود، يعني العجينه ملي كتبقاو كنعاودوها كيتغير القوام ديالها. هذه الطريقه كيف ما قلت لكم سريعه. هانتوما كما كتشوفوا معايا بسرعه كنقسموا العجين ديالنا. كنوضعهم فوق شي صفيحه او لا بلاطو يكون بطبيعه الحال مفرش بمنديل. كما شفتوا كنتحصلوا على 8 قطع مره واحده. غنغطيهم ونكمل تشكيل الكره الثانيه بنفس الطريقه. نفس الشيء كتاكدوا من العجينه انها ما لاصقاش وكتقطعوها بكل سهوله. راه طريقه سهله بزاف ما خداوش مني نهائيا وقت في التشكيل. وحتى هما غنوضعهم في شي صفيحه وغنغطيهم وغنخليهم يختمروا، ما كياخذوش بزاف ديال الوقت في هذه المرحله. ومن بعد ما كيختمروا ما خليتهمش بزاف، تقريبا المده ديال 15 دقيقه حيت الجو عندنا سخون. وضعت هنايا الزيت كيسخن وانتم كيبقى على حسب الجو اللي عندكم، المهم ما تفوتوش فيهم الخميره باش ينجحوا معاكم. كتكون الكميه زايده كما كتشوفوا معايا وكتخليوه حتى كيسخن مزيان. عاد كتبداو تنزلوا في الفطائر غير بشويه باش ما تثقبوهمش. النار كتكون متوسطه باش ما يتخطفوش حيت فيهم السكر. ملي كتحطوهم مباشره كتبداو توضعوا فوق منهم الزيت بالمقله بالمعلقه باش كيتنفخوا بسرعه، او الا ما بغيتوش ديروا هذه الطريقه هذه غير كتحطوهم غير شويه وكتقلبوهم راه كيتنفخوا. حتى انا غادي نقلبهم باش يزيدوا يتنفخوا مزيان. كما شفتوا معايا راهم كيتنفخوا، ردوا البال لهذه القليه الاولى كيكون الزيت سخون بزاف بسرعه كتحمر. صافي كتبقاو تقلبوهم حتى كياخذوا داك اللون اللي بغيتو. وكتسقطروها
كتحضروهم من الزيت صافي، وكتوضعوهم فوق الورق النشاف او في شي شبكة حتى كيتسقطروا شوية من الزيت. وبنفس الطريقة غادي نوضع كمية اخرى وغنستمر بحال هكا حتى غنكمل هذه الكمية كاملة. وردوا معهم البال راه بسرعة كيتحمروا، ما كياخدوش وقت طويل. صافي ملي كملت كدوزوه في السكر، مسألة اللي كتبقى اختيارية على حسب نتوما شنو كتبغيو. كما كتشوفوا معايا راه ما كيجيش شارب الزيت نهائيا. صافي وحتى نتلاقاو باش نشوفوه في الشكل النهائي. بطبيعة الحال الا بغيتو ديروا ليه شي حشوه ممكن انكم تحشيوه بالكريم باتيسيير بالشوكولا، كتفتحوه من هنايا وكتعمروه عادي. وهذا هو الشكل النهائي للفطائر، كيجيو رائعين ولذات بزاف. غير جربوهم باش تعرفوني علاش كنهضر، غتستمتعوا بالمذاق الحقيقي ديال البينيه. وبالنسبه لطريقه التقديم كما قلت لكم كيبقى لكم الاختيار، كتقدروا ديروا فيهم حشوه او تزينوهم بخطوط من الشوكولاط، وغير هكا راه كيجيو لذاذ لذاذ بزاف. وكما شفتوا معايا ما كياخذوش منا وقت طويل باش نحضروهم، وما كياخذوش منا حتى شي مجهود. واكيد غادي نفتحهم قدامكم باش تشوفوهم كيف كيجيو من الداخل. كما كتشوفوا معايا كيجيو فارغين، ما كيجيوش معجنين، ما كيجيوش شاربين الزيت. رائعه بزاف هذه الوصفه، غير جربوها. وكنتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، والا عجبوكم ما تبخلوش عليا بالتعليقات واللايكات، وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء والاحباب. والناس اللي مازال ما شاركوا في القناه ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالوصفات. شكرا على المتابعه، والى اللقاء مع وصفه قادمه ان شاء الله.